متابعينا اهلا بيكم وحلقه جديده من فانتازي يلا كوره. طبعا كلنا عارفين ان الجوله 34 هيبقى فيها دبل لسبع فرق وهم ارسنال وبورنموث وكريستال بالاس وايفرتون وليفربول وشيفيلد يونايتد وولفرهامبتون. لو كنت استخدمت الفريد فاكيد هيبقى عندك لعيبه من ارسنال وليفربول لان لعيب الفريقين نسبه ملكيتهم عاليه جدا، ده غير انهم مؤثرين بشكل كبير في البريمير ليج. ولو ما كنتش استخدمت الفريد فاكيد دي الجوله المناسبه انك تستخدمها. هنقول لكم عن اهم اللعيبه اللي هتحتاجها في الجوله دي. نبدا بارسنال وهناخد منهم جابرييل وبين وايت على امل ان حد فيهم يخطف له جون او يعمل اسيست. وطبعا ساكا لا غنى عنه، هيفضل اختيار معظم لاعبي الفانتزي لحد نهايه الموسم، ده غير انه هيبقى خطر على كل فرق الدوري الانجليزي. لو عايز حد ديفرنشال ممكن تجيب هافرتس، جايب 9 اهداف وعامل 5 اسيست وجايب 133 نقطه لحد دلوقتي. وزي ما انغام بتقول حاله خاصه جدا، عندنا سولانكي السنه دي حاله خاصه في خط هجومك في الفانتزي. سولانكي مسجل 17 جول وعامل 3 اسيست بينافس على الهدافين، عنده ماتشين دبل جيم ويك. طبعا كلنا عارفين ان بورنموث هيلعب ماتشين الجوله دي، هيلعب أستون فيلا وهيلعب وولفرهامبتون، فبالتالي ما ينفعش سولانكي ما يكونش موجود في فريقك الجولة دي. كمان زي ما قلنا ان لازم تجيب جاستن كلايفرت في الجولات اللي فاتت، بنقول لك خليك حذر الجولة دي. ليه؟ لان جاستن كلايفرت عنده 4 انذارات. جاستن كلايفرت لو خد انذار في ماتش أستون فيلا هيغيب عن ماتش وولفرهامبتون، فبالتالي انك تجيبه دي هتكون مجازفة كبيرة جدا. نروح لليفربول، وطبعا محدش هيختلف على صلاح حتى لو ما سجلش، بس هيفضل مكمل معانا لنهاية الموسم. نجيب لاعب تاني من الريدز وهو لويس دياز، جايب 127 نقطة ومسجل 8 اهداف، وهو اكتر لاعب في ليفربول مع صلاح طبعا ممكن يشارك في اكبر عدد من الدقائق. لو رحنا لكريستال بالاس هنلاقي ان كريستال بالاس عنده برده ماتشين، ماتش مع ويست هام وماتش مع نيوكاسل. عندك 2 لعيبه تقدر تجيبهم من كريستال بالاس الجوله دي. اول لاعب هو ماتيتا. ماتيتا السنه دي مسجل 7 اهداف وعامل 5 اسيست، حتى لو ما سجلش قدام ليفربول الماتش اللي فات، بس هو لعيب كويس جدا، اختيار مهم برده لو عندك مهاجم ناقص في فريقك. كمان ايزي لعيب كويس جدا، شفناه سجل هدف قدام ليفربول وهو افضل لعيب كريستال بالاس السنه دي، ممكن جدا يجيب جول ليه لا في ويست هام او نيوكاسل. لو هناخد حد من ولفرهامبتون اكيد ايت نوري هيفضل مكمل معانا، المميز فيه ان هو بيلعب جناح وممكن يصنع ويسجل في اي جوله عادي جدا من غير ما تفكر. بعد عوده كونيا وتألقه الجوله اللي فاتت امام نوتنغهام فورست الراجل جاب هدفين، ممكن تفكر في حد زي هيتشام. وكمان لو عايز حد ديفرنشال ممكن تروح لسرابيا، بيبقى معاه ضربات الجزاء. عبد الله دوكري لعيب ايفرتون، لعيب مهم جدا على فكره، حتى لو ما جابش جول من شهر 12 واخر هدف سجله كان قدام تشيلسي، بس عبد الله دوكوري حاسس كده ان هو هيعمل حاجه الجوله دي. ايفرتون عنده ماتشين نوتنغهام وليفربول، ايفرتون عشان بينافس على الهبوط متوقع جدا انه يلعب الماتشين دول بكل قوه، فبالتالي عبد الله دوكوري اختيار مهم جدا. وبعد كده عندنا بيكفورد، لو عندك مشكله في حراسه المرمى عندك بيكفورد اختيار مهم جدا جدا في حراسه المرمى. مش عايزين ننسى هالاند، كده كده مكمل معانا. السيتي عنده برايتون في الاتحاد، وخاصة بعد ما بالمر سجل سوبر هاتريك امام ايفرتون، فالمسابقة على لقب هداف الدوري الانجليزي هتبقى مولعة الجولات اللي جاية، فالاتنين مكملين معانا من غير ما تفكر. وبعيدا عن اللعيبة اللي عندها دبل جيم ويك، عندنا برينتفورد عنده ماتش يعتبر سهل قدام لوتون تاون اللي نادرا ما بيطلع بكلين شيت. الكاميروني موبويمو لعيب متألق رجع من بعد بطولة افريقيا، سجل 8 اهداف وصنع 4 اهداف، متوقع برضه انه يتألق الجولة دي، اشتري موبويمو. تكابتن مين؟ انا هميل لساكا، الراجل عنده دبل هيلاعب ولفرهامبتون وتشيلسي وسهل جدا يسجل في الفريقين، فانا هكابتن ساكا. لو سألتني هكابتن مين؟ هقول لك برضه محمد صلاح. محمد صلاح ماتشين قوي قدام فولهام وايفرتون ماتشين مش سهلين، بس محمد صلاح اختيار كويس جدا جدا في الكابتن الجولة دي، خاصة ان ليفربول شبه خسر كل حاجة. دي كانت ابرز نصايحنا للجولة 34 من فانتازي البريمير ليج، تابعونا في حلقات جايه كتير مع فانتازي يلا كوره.